مساء الخير على زمايلي وزميلاتي. إن شاء الله إحنا هنقدم المحاضرة الثالثة للترجمة، محاضرة مهمة جدا عن مهارات المترجم وسوق العمل، وبنتكلم فيها باختصار شديد جدا وببساطة شديدة جدا عن 3 محاور مهمين لمهارات المترجم: المهارات اللغوية والمهارات التقنية والمهارات الشخصية. المحاضرة إن شاء الله هتقدمها معانا الدكتورة تقى السيد. الكونتنت اتعمل من فريق الترجمة والأعضاء الأستاذة ابتسام شعبان وهاجر وليد وتقى ويارا وشروق وإيمان، تحت قيادتي وتحت منسقة المجموعة الأستاذة ريهام عساكر والمنسقة العامة بتاعتنا الأستاذة نسرين. طبعا القائد الكبير بتاعنا ليه كل الشكر والتقدير الدكتور حسام الدين. تمام، الصوت واضح. تمام يا تقى. تمام، زي ما أستاذة روزات قالت، إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المهارات المهمة جدا تبقى عند المترجم، وهنتكلم كمان إزاي المترجم يستغل المهارات دي إن هو يسوق لنفسه ويدخل في سوق العمل. تمام، السلايد التانية أستاذة ريهام. تمام، إحنا قسمنا مهارات المترجم تحت 3 كاتيجوريز. تمام، أول حاجة هنتكلم عنها هي المهارات اللغوية، بعدين هنتكلم عن المهارات التقنية، بعدين المهارات الشخصية. اللي بعدها أستاذة ريهام. تمام، أول حاجة هنتكلم عن المهارات اللغوية، ودي أصلا الكور سكيل لأي مترجم. تمام، أول حاجة لازم أي مترجم يبقى عنده معرفة تامة بقواعد اللغتين المصدر والهدف. تمام، ليه يبقى عنده معرفة تامة بقواعد اللغة المصدر؟ لأن لما هنفهم تركيب الجملة والجرامر والحاجات دي هتسهل علينا قوي فهم يعني معنى الجملة إيه. وكذلك لما نكون كويسين قوي في القواعد بتاعة اللغة الهدف اللي أنا هترجم لها، هقدر أصيغ المعنى ده بطريقة كويسة جدا. القواعد دي زي إيه مثلا؟ القواعد الإملائية وعلامات الترقيم، إمتى مثلا أحط همزة وإمتى همزة وصل، إمتى أحط نقطتين تحت الياء، إمتى لأ. الحاجات دي بتفرق جدا. زائد كمان ان لازم يكون المترجم مهتم قوي بمهارات اللغتين الاربعه اللي هم قراءه وكتابه واستماع ومحادثه، وبالذات الاستماع والمحادثه المترجمين الفوريين بتفرق معاهم بشكل كبير. تاني مهاره لغويه لازم تكون عند المترجم هي انه يكون عنده ثقافه واسعه في اللغتين، بمعنى ان انا المترجم لازم يكون، لا اللي بعدها، اللي بعدها يا استاذه ريهان، ايوه هي دي، ان المترجم مش كفايه يكون باي لينجوال، لا لازم كمان يكون باي كالتشرال. طب انا كده هستفيد ايه لما يبقى عندي ثقافه في اللغه اللي انا بترجم منها واليها؟ في حاجات كتير جدا هتقابلني في النصوص اللي انا بترجمها. هيكون طبعا الكاتب النص الاصلي هيبقى كاتبها بناء على خلفيته هو الثقافيه والمجتمع اللي هو عايش فيه. فانا لما اكون ملمه وعندي اطلاع دائم بثقافه واداب وفنون وقوانين وحياه اهل اللغتين الاثنين، هقدر ان انا افهم الكاتب النص الاصلي عايز يوصل ايه من كلامه، وهقدر كمان ان انا اوصلها بطريقه تناسب الشخص المتلقي ترجمتي. تمام، المهاره اللي بعدها كمان، تمام اللي بعدها يا استاذه، تمام، الالمام بالماده التي يتولى ترجمتها. يعني ايه؟ طبعا زي ما عرفنا في السيشنز اللي فاتت ان الترجمه ليها تخصصات كتير جدا، قانونيه وطبيه وماليه كتير. تمام، فمهم برضو قوي للمترجم ان هو مثلا، انا دلوقتي تخصصت ترجمه طبيه، فمهم قوي يكون ملم بكل حاجه عن التخصص بتاعي ده. فضروره جدا المترجم ان يكون جزء من مؤهلاته اتقان علم ثالث بجانب اللغتين، ده بميزه تنافسيه كبيره جدا في المجال. تمام، اللي بعده، مهم برضو قوي للمترجم يكون بيعرف يستخدم القواميس بمهاره. تمام، القواميس طبعا في تنوع كبير قوي فيها، في قواميس الورقيه اللي احنا بنشتريها وتبقى عندنا، او قواميس الكترونيه، ودي اكتر حاجه احنا بنلجأ لها وبنستخدمها. في القواميس دي ممكن نلاقي قواميس داخل اللغه الواحده، يعني من انجلش لانجلش، من عربي لعربي، على حسب بقى اللغه. تمام، في قواميس تانية مزدوجه اللغه، يعني من عربي لانجلش ومن لغه للغه. تمام، مهم جدا ان احنا نستخدم النوعين دول من القواميس، زائد ان في كمان قواميس متخصصه. يعني انا مثلا لو في ترجمه طبيه هيبقى هلجأ كتير للقاموس المتخصص في الترجمه الطبيه، وكذلك القانونيه واي تخصص تاني. تمام، فالمترجم المحترف بيستعين باكثر من قاموس، مش اللي هو النص شافه فهو انا فهمته كذا فهترجمه، لا،
مهم قوي نستعين باكتر من قاموس، لان هنلاقي ان هيضيف لنا كتير وهندي الترجمة بجودة اكبر. تمام، اللي بعده. استاذة ريهام. لحظة واحدة، لحظة. تمام. طبعا القواميس دي في منها انواع كتير، وكل واحد فينا بيرتاح ان هو لقاموس اكتر من التاني، فده شيء برضو ميزه حلوه قوي التنوع اللي فيها. المهاره اللي بعدها هي القدره على استخدام المنطق. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اترجم النص اللي قدامي، الترجمه بتاعتي تبقى منطقيه. يعني انا مثلا لما كنت اول ما بدات اترجم خالص، كان في حاجات كتير ما بقاش فاهماها، فكنت لو بستسهل بترجمها اي حاجه، اجي اقرا بقى النص اللي انا ترجمته ده، الاقي ان لا، في حاجه غلط، الموضوع مش منطقي. هقدر احقق ده ازاي؟ ان انا اكون مطلع. يعني مثلا انا لو جالي نص، انا مش هكتفي بالنص اللي انا هترجمه، لا، اعرف النص بيدور حوالين ايه، واقرا عن مجال بتاع النص ده، هيفيدني جدا، وهبقى هقدر افهم اكتر يا ترى الكاتب يقصد ايه بالجمله دي مثلا، لاني عندي فكره اصلا عن الموضوع ككل. ولازم كمان المترجم يكون واعي قوي بالحاجات اللي بتحصل حوالينه في العالم. وكمان لما تتخصص مثلا في مجال معين، تبقى فاهم حاجات كتير قوي عن المجال ده. نيجي بقى لأهم مهارة أصلا المفروض تبقى عند كل الناس، بس للمترجمين أهميتها أكبر بكتير جدا، هي القراءة. كان دايما دكتور حسام الدين بيقول أي كتاب يجي قدامك اقرأه، أيا كان بيتكلم عن إيه، هيفيدك. فالمترجم مثقف رغم أنفه. تمام، لان المترجم الصح والمحترف هو المترجم اللي بيحاول دايما ان هو يعرف حاجه عن كل حاجه، مش بيكتفي بحاجه محدوده، لا، بيقرا عن اي حاجه بتيجي قدامه، بيقرا عنها. على فكره مش شرط القراءه اللي هو بقى كتب وحاجات كبيره، لا، ممكن مجلات، ممكن مقالات صغيره، ده كله بيفرق من نواحي كتير قوي، كثقافه وكفهمك لثقافه اللغه اللي انت بتترجم منها وليها، وكمان ك تراكيب لغوية، وبتستفيد منها في حاجات كتير جدا جدا. فمهم قوي انك تقرأ عامة، مهم قوي تقرأ في مجال اختصاصك بالذات وتدي له وقت زيادة. مهم قوي كمان تقرأ نصوص ثنائية اللغة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا أقرأ كتاب مترجم عربي انجلش، تمام، فانا هستفيد من العربي وهستفيد من الانجلش، زائد ان انا لما هاجي أقرأ حاجة هشوف المترجم ازاي قدر يتصرف فيها او عرف يوصلها ازاي، فده شيء هيفيدني جدا. بس لازم الحاجة ثنائية اللغة دي أبقى متأكدة أصلا من مستوى المترجم. تمام، اللي بعدها أستاذة إيهان. تمام كده، احنا خلصنا المهارات اللغوية. هل هي دي المهارات اللغوية كلها اللي لازم تبقى عند المترجم؟ لا، أكيد طبعا مش كلها، بس دي الحاجات البيزكس اللي هي ما ينفعش مترجم ما تبقاش عنده، لكن أكيد هيبقى في حاجات إكسترا تانية كل واحد يقدر يطور فيها من نفسه. وهبقى أكيد سعيدة جدا بمشاركتكم لو حد عنده حاجة يقولها مثلا في المهارات دي، بس عشان خايفة من وقت بس المحاضرة إن هو يطول، فإن شاء الله ممكن نأجل الموضوع ده لآخر المحاضرة. هنتكلم بقى دلوقتي عن المهارات التقنية. اللي بعدها أستاذة ريهام. طيب، في مترجمين كتير جدا صدقا بيبقوا محترفين قوي في المجال اللغوي، عندهم مهارات لغوية عالية جدا، بس للأسف بيظلموا نفسهم، حرفيا بيكونوا بيظلموا نفسهم بسبب ان هم مش عارفين او مستواهم في المهارات التقنيه قليل. يعني فكره ان المترجم يترجم بورقه وقلم يعني تكاد تكون خلاص يعني اختفت. تمام، فمهم قوي 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 لاي مترجم ان هو يكون متقن لحزمه على الاقل مجموعه الاوفيس، تمام، اللي هو وورد واكسل وباوربوينت، يكون بيعرف يتعامل ازاي مع البي دي اف والحاجات دي. برضو مش بقول ان هو يكون ادفانسد يوزر، ده شيء مهم جدا اكيد وحاجه ميزه تنافسيه حلوه، لكن على الأقل خالص يكون عنده البيزكس بتاعتهم. تمام، تاني مهارة إن يكون سريع في الكتابة على لوحة المفاتيح، ده منطقيا وبديهيا هيزود الإنتاجية بصورة كبيرة. اللي بعد يا أستاذ ريهام. مهم برضو للمترجم يكون بيعرف يستخدم برنامج البريد الإلكتروني اللي هو مثلا الجيميل. تمام، لأن البريد الإلكتروني دلوقتي هو عصب التواصل في العالم، عالم الأعمال عامة، وأي حاجة بروفيشنال تبقى طريقة التواصل الصح هي بالإيميل. تمام، فبرضه لازم يبقى البيزكس عند اي مترجم اللي هو ازاي هكتب ايميل ازاي. لا لسه يا استاذه ريهام. تمام، لو هكتب ايميل ازاي، اكتب ايه في السبجكت، ابدا الايميل ازاي، انهي ازاي، طيب الايميل نفسه ايه اللهجه وايه اللغه اللي المفروض بكتبها دي.
تمام، مثلا اعمل التوقيع بتاعي بعد الايميل بتاعي ازاي، تمام. فمهم قوي يبقى المترجم عارف ازاي يتكلم البيزنس لانجويج، ازاي يتكلم بطريقه بروفيشنال، ازاي ابعت اعمل اتاتشمنت للملفات اللي العميل عايزها، ازاي احمل الملفات اللي العميل بعتها لي، ازاي انظم البريد الالكتروني عندي. اماني عندها سؤال بخصوص صوره الكتابه على لوحه المفاتيح، اكتسب المهاره دي ازاي؟ تمام يا استاذه اماني. هو انا ممكن ان شاء الله هبحث لكم عن كورس حلو كده، انا كنت سمعت فيديو قريب على اليوتيوب بيتكلم عن المهاره دي، وان هو في واحد يعني بيتدرب عليها، فان شاء الله هشوف لكم حاجه عن كده وهنزلها على جروب المدرسه. عندك سؤال تاني يا استاذه اماني؟ ان شاء الله يا اسراء هحاول اعمل كده فعلا وانا انزل لكم ماشي العفو. تمام. ومهم كمان نكمل، بسم الله. مهم كمان ان احنا نعرف ازاي ننظم رسائل البريد الالكتروني، لان هكون بتعامل مثلا مع اكتر من عميل، هكون بتعامل مع اكتر من شركه، فعشان كله ما يدخلش في بعض. تمام. وفي حاجه بقى مهمه قوي قوي حتى عاملاها باللون اللون مختلف وبولد، ليه؟ احنا لازم نعمل نسخه احتياطيه من ملف البيانات بتاعنا، يعني لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجه تخلي المسجات او الايميلات دي تتمسح، بس انا الايميلات دي محتاجاها وما ينفعش تتمسح، فمهم قوي اكون بعرف ازاي اعمل لها نسخه احتياطيه، ده شيء برضو اساسي قوي. تمام. اللي بعده استاذه ريهام. شكرا يا اسراء. تمام. مهم برضو يكون عند المترجم مهاره البحث عن المعلومات، بمعنى انا دلوقتي بترجم نص قدامي 100%، مهما كنت ضربت كتير 100% هيقف قدامي حاجه، يا اما اكسبريشن يا اما مثلا ممكن كلمه عاديه، فانا لازم يبقى عندي مهاره البحث عن المعلومات على شبكه الانترنت، سواء كلمات او معلومات اصلا انا عايزه ابحث عنها. تمام. دي برضو حاجات ممكن نلاقي لها فيديوهات كتير على اليوتيوب، برضو ان شاء الله بعد المحاضره هدور لكم على فيديوهات كويسه عن كده، يعني مثلا نبقى عارفين انا لو عايزه الكلمه دي بالظبط هي اللي تجيلي في السيرش، فاقوم عامله حاطاها ما بين علامتين تنصيص وحاجات تانيه قوي زي كده. تمام. بس عايزه اتكلم بقى في نقطه بالذات، لو في مصطلح انا واقف قدامي هتصرف فيه ازاي. الخطوه الاولى ان انا ابحث عن المصطلح بلغته، ما نطش على طول ومثلا انا المصطلح ده انجلش اقوم جايب ادور عنه بالعربي، لا مش دي اصح حاجه، انا عايزه افهم اصلا المصطلح بيتكلم عن ايه. ودي برضو على فكره متعلقه برضو بالثقافه بتاعه اللي هي اللغه الثانيه، انا عايزه افهم الثقافه المصطلح ده هم يقصدوا بيه ايه. تمام. فممكن ابحث عنها زي ما قلنا في قواميس انجلش تو انجلش، مثلا انا بتكلم كلغه اللي هو الانجلش، ولو حد لغته ثانيه نفس الكلام بينطبق على كل اللغات اكيد. تمام. فاول حاجه عايزه يا اما في القواميس دي يا اما اجيب معنى الاكسبريشن ده من ويكيبيديا اقرا عنه. تمام. فهمت خلاص المصطلح ده بيتكلم عن ايه وفهمت فكرته او خلفيته الثقافيه، هدخل بقى في المرحله الثانيه انا ابحث عنه باللغه العربيه. طيب ما لقيتش حاجه برضو قوي، يعني انا كده فهمي للمصطلح زاد. تمام. انا برضو ما لقيتش الكلمه بالذات اللي هي دي اللي انا عايزاها، اعمل ايه؟ في برضو مواقع كتير بتجيب لك الكلمه دي او بتجيب لك الكلمه دي في سياق، فبالتالي من السياق ده بيسهل عليك قوي ان انا الكلمه دي اكيد معناها كذا. تمام. من ضمن المواقع دي موقع اسمه ريفيرسو كونتكست، برضو حلو قوي، ممكن برضو ابقى اكتب لكم ان شاء الله اسمه. اللي بعدها يا استاذه ريهام. المهاره بقى المهمه جدا 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 ومفيش مترجم برضو يستغني عنها، ان هو يقدر يستخدم برامج الكات تولز. تمام. برامج الكات تولز دي طبعا كلنا عارفينها، بس فعلا اهميتها مهم، يعني هي مهمه قوي ان هي بتزود الانتاجيه، بمعنى انا دلوقتي مترجمه قانونيه ترجمت مستند قعدت فيه فلنقل مثلا 3 ايام بترجم فيه، فانا لما جيت مثلا ترجمته على برنامج كات تول فلنقل برضو ترادوس، انا ترجمته وقعدت فيه وبذلت فيه مجهود 3 ايام مثلا، فخلاص انا حطيته خلاص خلصته وسلمته للعميل وسبته عندي في الذاكره البرمجيه بتاعه البرنامج. تمام. جالي بعدها فتره مستند متشابه قوي مع المستند ده، هلاقي ان البرنامج جاب لي الترجمه بتاعتي القديمه من الذاكره البرمجيه، بقى بس قدامي ان انا ممكن اغير شويه حاجات ازود اعدل شويه حاجات بس، فالمستند اللي انا خلصته في 3 ايام دلوقتي ممكن اكون خلصته مثلا في ساعتين. تمام. فالانتاجيه بتزيد بشكل كبير قوي، زائد اصلا ان اغلب الشركات دلوقتي بقت تشترط او مهمه قوي فيها حتى على فكره الترجمه التطوعيه بقت برضو على كات تولز من اهميه البرامج دي. فهل لازم نبقى ادفانسد يوزرز ليهم؟ لا،
هي برضو ميزة تنافسية وحاجة حلوة، بس مش لازم. اللي لازم ان يبقى عندنا البيزك نوليدج ليها، البيزكس على الاقل برنامج او اتنين، تمام؟ لان كل البرامج برضو فيها فيتشرز متشابهة قوي، تمام؟ فلازم اكون بعرف استخدم اي برنامج منهم البيزكس يعني عادي، تمام؟ واكون فاهمة هحفظ ازاي الملفات بصيغة العميل يقدر يستخدمها، عامل زي مع الترانزليشن ميموري، الحاجات دي كلها تفرق قوي. تمام، اللي بعدي استاذة ريهان. تمام، خلصنا المهارات التقنية. هل برضو هي دي كل المهارات اللي ممكن المترجم تبقى عنده؟ برضو لا، دي المهارات اللي هي البيزكس. احنا عايزين اللي انا بقوله ده ايه، ان ما ينفعش مترجم ما يبقاش عنده المهارات دي، بس في مهارات تانية كتير جدا برضو المترجم ممكن يكتسبها وتفرق معاه، وحابه ان شاء الله اسمعها منكم في اخر السيشن. طيب نتكلم بقى عن السكيلز اللي المفروض تبقى عند المترجم بيرسونال، تمام، مهارات شخصيه. انا لخصتها هي في السلايد دي، بس مهمه جدا، تمام. ايه السوفت سكيلز المفروض تبقى موجوده عند المترجم؟ اول حاجه التايم مانجمنت، مهمه قوي قوي للمترجم ان هو يكون بيعرف يدير وقته ازاي. ليه؟ لان المترجم ممكن، احنا بنتكلم برضو بصوره اكبر عن المترجم الحر، تمام. فانا دلوقتي شغاله من البيت، وانا اللي بتحكم اصلا في التاسكات اللي بتجيلي او البروجكتس اللي انا بعملها اكسبت والكلام ده كله، وعندي في نفس الوقت عندي حياه شخصيه، عندي حياه يعني جوانب تانية قوي في حياتي كتير، ممكن كمان اكون واخده اكتر من تاسك، ممكن يكون التاسك كبير. فانا لو مش عندي تايم مانجمنت يعني الانتاجيه هتبقى قليله قوي، دايما هحس ان انا مضغوطه، يعني هتبقى حاجه صعبه جدا. التايم مانجمنت ده شيء هام مش بس للمترجم، للناس كلها حقيقي. تاني مهارة لازم تبقى المترجم يتحلى بيها هي انه يكون fast learner. بمعنى انا دلوقتي بترجم ملف مثلا ماشي على ترادوس، جميل، فانا مثلا في حاجة انا عايزة اعملها بس انا مش عارفة، فمفضلش قاعدة بقى قدامها، لا اعمل مثلا سيرش على اليوتيوب، احاول ابحث عن ان انا اتعلمها واتعلمها واستخدمها في نفس التاسك اللي انا فيه. فلازم تكون fast learner، اي حاجة تقف قدامك لا اتعلمها، جميل. جماعة هو انتوا كده معايا؟ عشان حاسه انا بتكلم بسرعه، يعني لو حاجه وقفت قدامكم يعني وقفوني. ماشي ماشي يا زينب، تمام. تالت حاجه الكوميونيكيشن سكيلز، مهم جدا يكون المترجم بيتحلى بالكوميونيكيشن سكيلز، لان انت كمترجم هتتعامل مع ناس مختلفه جدا، سواء بقى ناس مترجمين زيك او عملاء او حتى شركات مسؤولين توظيف. فالكوميونيكيشن سكيلز دي تعلمك ازاي تتصرف بطريقه بروفيشنال مع الناس، تمام، ازاي تقدر تتعامل معاهم، فبرضه دي مهمه. رابع حاجه الستريس مانجمنت، زي ما قلت لكم برضه في موضوع التايم مانجمنت، الاثنين دول متصلين ببعض بصوره كبيره جدا، تمام. لما تبقى انت منظم حياتك هتقدر يعني تنظم الضغط، مش هتبقى دايما مضغوط، لا انت تكون بتنجز في حياتك الشخصيه، يعني بتوازن ما بين حياتك الشخصيه وما بين الشغل، لا وكمان بتنتج وبتنجز كتير، تمام. فلما تعمل ستريس مانجمنت بتبقى دايما رايق ودايما بتنجز، لكن لو انت دايما ضاغط نفسك وما عندكش مهاره الستريس مانجمنت هتحس ان حياتك وحشه جدا، هتكون حتى بتعمل شغلك بدون حب، اللي هو انا مضغوط فانا مضطر اعمله، دي حاجه وحشه جدا. نيجوشيشن سكيلز بقى، المهاره دي يمكن من اهم المهارات في تسويقك لنفسك، بمعنى ان النيجوشيشن سكيلز اللي هي مهارات التفاوض بتفيدك قوي لما تيجي تتكلم مع عميل وخلاص بتتفقوا على البروجكت، فانت اكيد هتبقى محتاج تتفاوض معاه مثلا على الديدلاين، على السعر، على مثلا انا ممكن اعمل لك اوفر كذا، الحاجات دي بتفرق قوي. وانا من وجهه نظري ان النيجوشيشن سكيلز دي بتكتسب بصوره كبيره، وبتكتسب كمان من الخبره، يعني كل ما كانت خبرتك في التعامل مع العملاء اكتر بتكتسب نيجوشيشن سكيلز اكتر، يبقى عندك المهاره دي اقوى، تمام. المهاره اللي بعدها التيم وركينج سكيلز، ودي الحمد لله احنا بنتعلمها هنا في المدرسه العربيه للترجمه، ان انت بتكوني او انت بتكون في تيم، التيم ده في ناس طريقه تفكيرهم مختلفه عن بعض، يعني بتتعامل مع طرق تفكير مختلفه، كل واحد ليه وجهه نظره في حاجه. فالمهم في التيم وركينج سكيلز تكون متقبل التعامل مع كل الناس مع اختلافاتهم ومع اختلاف وجهات نظرهم، تتقبل اي نقد بناء هما بيقولوه، تتقبل اي اختلاف وجهه النظر، ويبقى هدفك الاساسي ان الفريق كله ينجح مع بعضه، مش اللي هو انا عملت كذا فلازم انا اللي اسمي يطلع، لا انا اهم حاجه عندي ان الهدف اللي احنا او الحاجه اللي احنا بنسعى عليها كفريق كلنا نقدر نحققها مع بعض، دي برضو مهاره حلوه جدا.
برو اكتيف، ان المترجم يكون مبادر. دي برضو ميزه بقى تنافسيه في مجال الترجمه. يعني انا دلوقتي عميل اديت مترجم ملف او بروجكت يترجمه، لقيت ان هو اداني بروجكت في وقت قياسي، وقت كويس جدا قبل الديدلاين ما يخلص، وكمان عامل لي حاجات انا ما طلبتهاش. ليه؟ لان المترجم ده برو اكتيف، المترجم ده مبادر. كمان ان انا مثلا في حاجه انا ما كنتش فاهمها، انا كعميل انا في حاجات اكيد مش هبقى فاهمها ان انا محتاجها، فلاقي المترجم هو بيقول لي لا حضرتك ممكن تحتاج كذا، انا ممكن اعمل لك كذا. فاكيد اكيد المترجم ده لو اتعاملت معاه مره بالطريقه دي وهو برو اكتيف كده، اكيد هفضل اتعامل معاه دايما. خلاص لو هعتمد المترجم ده اي بروجكت عندي هديني المترجم ده. تمام. فليكسبيليتي، انت برضو كمترجم، وده كله طبعا على اي مترجم بس بالذات قوي المترجم الحر. تمام. هتتعامل مع شخصيات متنوعه جدا. لو انت يعني كمان شغلك كمان دولي، فهتتعامل كمان مع ثقافات مختلفه، فلازم عندك فليكسبيليتي في التعامل. هيحصل اكيد مشاكل، اكيد هيحصل مشاكل او خلافات، نقول خلافات اكيد هتحصل، لازم عندك فليكسبيليتي. لو مش هو قال لي كذا فلا هو خلاص يعني مش هشتغل معاك او كده، لا مش صح، لازم عندك فليكسبيليتي في التعامل. ودي برضو نفس فكره البروبلم سولفنج سكيلز. انا حصل معايا خلاف مع العميل، فانا مش هقفل ولا لا مش هينفع وبتاع، لا التفاوض برضو نيجوشيشن سكيلز، يعني تحس ان كل المهارات اصلا داخله في بعضها. تمام. واحاول ان انا اوصل لحل او لارضيه مشتركه ترضيني انا والعميل. فدي مهارات، دي بقى المهارات الاساسيه. ما اعتقدش ان ينفع مترجم ما يبقاش عنده المهارات دي، ودي يعني نقدر ان شاء الله نكتسبها عادي، تكتسب بطريقه بسيطه جدا ان شاء الله، يعني مع التعامل الكتير ومع الخبره هتلاقي ان اكتسبتها تلقائي. اللي بعدها يا استاذه ريهام، اخر مهاره بقى، ودي اللي سيبناها لوحدها ودي اللي هنبدا بيها الجزء الثاني من محاضرتنا، هي مهاره التسويق الالكتروني. دلوقتي انا عملت كل المهارات، اكتسبت كل المهارات اللي احنا من اول المحاضره دي بنتكلم فيها، بس انا مش عارفه اسوق لنفسي ومش عارفه اسوق لمهاراتي ومش عارفه اسوق لشغلي، اللي هو انا كده استفدت ايه؟ تمام. فالتسويق الالكتروني ده شيء اساسي جدا جدا جدا، انك تظهر نفسك، لو تقول انا مترجم انا عندي خدمات عايزه اقدمها. تمام. بعد يا استاذه روزات، تمام. هو احنا دلوقتي كده هنبدا في الجزء الثاني من المحاضره، اي حد عنده سؤال تعليق اي حاجه انا حابه اسمعها. هي في اي حاجه؟ تمام ماشي يا اسراء. تمام. ندخل بقى في الجزء الثاني من المحاضره، هنتكلم عن المترجم ومهاره التسويق. تمام. معلش يا استاذه ريهام، ماشي تمام. هنتكلم عن 5 مراحل المترجم بيمر بيها. تمام. اول حاجه هنتكلم ازاي المترجم هيستخدم مهاراته اللي احنا اتكلمنا فيها دي عن ان هو يسوق لنفسه. استاذه اماني بتقولي ده يكتسب جزء من المهارات دي. والله هي فعلا زي ما انا قلت لكم بتيجي بالممارسه، واللي انا عارفه عن حضرتك يا استاذه اماني ما شاء الله انت عندك مهارات كتير قوي منها يمكن كلها كمان. تمام. نرجع لكلامنا، اول حاجه هتكلم فيها ان المترجم هيستخدم مهاراته دي ازاي في التسويق لنفسه. طيب انا سوقت لنفسي، هوصل بقى للعميل ازاي؟ دي تاني حاجه هنتكلم عنها. تالت حاجه، انا خلاص وصلت للعميل، ايه الاسئله اللي هسالها لنفسي وللعميل قبل ما خلاص اكسبت معاه او اقول له خلاص انا هاخد البروجكت ده. انا خلاص عملت خدت البروجكت وتمام بدات اشتغل فيه، هاجي بقى على خطوه ان انا اتفق على التسعير، تسعير ترجمتي او على الاجور، اعمل ايه في الموضوع ده. النقطه الاخيره بقى، انا اتفقت على كل حاجه خلاص، بس خايف بقى ان يضحك عليا او فلوسي ما تجيليش، اتجنب الموضوع ده ازاي؟ تمام. يلا نبدا بقى باول حاجه، ازاي المترجم يستخدم مهاراته في التسويق لنفسه. المترجم المحترف في حاجات كتير لازم يعملها، مش كتير قوي بس حاجات برضو اساسيه. تمام. لازم على المترجم ان هو يستفيد من ذكائه، ان هو يختار العميل الحقيقي عشان ما يقعش في فخ النصب عليه. اعتقد اغلبنا او ده لو ما كانش كلنا بنشوف الجروبات اللي هي بتاعه المترجمين، قد ايه بنشوف بوستات ان انا ترجمت بروجكت كبير جدا وفي الاخر الايميل بتاع العميل طلع فيك ومش عارف اوصل له تاني، او مش عارفه ضحك عليا في ايه. بنشوف البوستات دي كتير جدا، صح؟ اكيد كلنا بنشوفها. فالخطوه الاساسيه جدا جدا، وانا حتى برضه عاملاها بلون مختلف، عامله فول لاهميتها، الخطوه دي ما ينفعش تهملها، ما ينفعش اطلاقا. لازم قوي نركز جدا في العميل اللي انا هقدر فعلا اقول البروجكت ده انا هاخده، وابقى واثقه ان انا مجهودي ووقتي والمجهود الكبير اللي انا هبذله في البروجكت ده عشان يطلع باحسن صوره، لازم ابقى متاكده ان انا هاخد اجر على ده. تمام. دي نقطه مهمه قوي قوي قوي.
تاني حاجة أنا مهم برضو أعمل سي في عن نفسي، والسي في ده يكون مميز، لأن السي في ده أي حد مسؤول توظيف أول حاجة بيشوفها السي في، هو مبقاش عارف مين الشخص السي في ده بتاعه، مبقاش شايفك مبقاش عارفك، هو كل اللي قدامه بس السي في، المهم نعمله بطريقة احترافية. تالت حاجة، ودي أصلا شيء أساسي ومنطقي وبديهي، إن لازم تبقى أصلا متأكد من صحة ترجمتك، تمام؟ ما تكونش عامل ده كله وانت اصلا جوده ترجمتك لازالت محتاج تدريب اكتر، ومحتاج ان حد يراجع ورق اكتر وتتعلم اكتر وتمارس الترجمه اكتر، تمام؟ فعلشان تكسب ثقه العميل زي ما انا قلت لكم ان اصلا الكور سكيل بالنسبه لنا كمترجمين هي المهارات اللغويه، تمام؟ وان الترجمه تبقى جودتها كويسه. ده هنوصله ازاي؟ اللي هو تدريبات، مثلا في مدربين كتير قوي بيعملوا تدريب على الترجمه، وفي منح برضو بتبقى كتير موجوده عن كده، او ممكن انترنشيب في شركه يبقى وراك مراجع دايما يقول لك ده صح ده غلط، يعلقك على ترجمتك، ده شيء مهم جدا. وبرضو ممكن دي حاجه قلناها في سيشنز فاتت، ان التطوع، لما تتطوع برضو ده هتكون بتمارس الترجمه بصوره كبيره، وبرضو هيفيدك في النقطه دي. طيب النقطه رقم 4 برضو شيء اساسي، انك تعمل بذكاء شديد قوي انك توسع دايره معارفك، ومش المعنى ان هو برضو مترجمين بس او عملاء بس، لا، توسع دايره معارفك بسرعه عامه، اكيد سواء مترجمين او عملاء اكيد ده الناس الاساسيين انت كنت تستهدفهم ان هم يكونوا في دايره معارفك، بس مهم قوي ان احنا برضو يبقى في تنوع في دايره معارفنا، يبقى عندنا ناس تخصصات كتير، الموضوع هيفرق معانا بصوره كبيره. تمام، اللي بعده رقم 5، دي بقى نقطة برضو دي احنا قلناها في المهارات، يعني لأن زي ما قلت لكم النهاردة السيشن هتلاقوا إن كله داخل مع بعض وكله بيكمل بعضه، فمهم قوي تدير وقتك بشكل كويس. لأن زي ما قلت لكم أنا عميل واديت لك مثلا كمترجم بروجكت، تمام، لقيتك إنك خلصته بجودة كويسة قبل الديدلاين، فأنا أكيد هستمر معاك عشان أنت إنسان مريح، عن إنه مترجم مش مدير وقته بشكل كويس، فبالتالي مزنوق قوي، فبالتالي الديدلاين عنده مش تمام، هو مش فاهم قيمه الوقت اصلا، وتعبني قوي على ما وصل لي البروجكت بتاعي، اكيد هتبقى هي اول واخر مره هتعامل معاه، تمام؟ فدي حاجه مهمه في تسويقك لنفسك، ان العميل اللي هيجي لك يفضل مكمل معاك. انا برضو كعميل انا جربت مترجم عجبني وريحني جدا وجوده ترجمته تمام وكل حاجه، انا كعميل ايه هيخليني ادور على مترجم تاني؟ صح، يعني شيء منطقي، انا برضو هكون عايزه اريح نفسي واكون في حد معين مريحني، بس انا مش هدور على مترجم تاني. فدي طريقه لتسويقك لنفسك، العميل اللي يجي لك مره يفضل مكمل معاك. حلو، تمام. رقم 6، قم بالاعلان عن نفسك في المواقع المهتمه بمجال الترجمه ومواقع العمل الحر، دي هنتكلم عنها في سلايد تانية. المواقع دي طبعا برضو احنا عارفينها، برضو اعمل بروفايل على مواقع كتير قوي من مواقع العمل الحر، برضو هيبقى حلو في تسويقك لنفسك. في نقطه مهمه، ان لازم المترجم المحترف او برضو بشكل خاص اللي بيشتغل في سوق العمل الحر لازم يبقى عنده ملكه ان هو يكون بيطور من نفسه بشكل مستمر وبصفه دوريه، تمام، يكون دايما مواكب العصر، مواكب المهارات الجديده، لا بيكتسب مهارات، بيقرا كتير، اللي هو مش بيكتفي ان انا وصلت ليفل خلاص الليفل ده عاجبني اقف عند كده، لا، يعني المترجم بيفضل طول عمره بيطور من نفسه، وده برضو هيخلي العميل يدور عليه، ان دايما السي في بتاعك عمال updated وعمال حاجات تزيد والريت عماله عمال بيزيد، فده شيء برضه هيجذبني انا كعميل ان انا اشتغل معاك. ونرجع تاني برضه نقطه الاعمال التطوعيه، لانها مهمه في حاجات كتير قوي، تمام، وكنا اتكلمنا عنها قبل كده. هنا بقى تفيدك ايه برضه في التسويق في السي في بتاعك. دلوقتي احنا برضه في كتير مننا لسه مبتدئ، كتير مننا لسه حديث التخرج، وطبعا اي شغل او كده للاسف بيبقى محتاج على الاقل 2 إلى 3 اكسبيرينس. طب انا في الليفل اللي انا فيه دلوقتي هجيب الاكسبيرينس دي منين؟ واصلا مش يعني انا المفروض بجيب الاكسبيرينس من شغل، والشغل مش هياخدني من غير اكسبيرينس، فاعمل ايه؟ تمام، هي الاعمال التطوعيه دي، مثلا زي كورسيرا، حلوه قوي، بيبقى فيه وورد كاونت، لما بتوصل مثلا ل 15000 يبقى فيه شهاده بكده وهكذا، فده شيء جميل. ترانسليتورز وذاوت بوردرز برضه حلوه قوي، بيبقى فيه وورد كاونت، في تاد، في حاجات كتير جدا برضه تقدر تتطوع فيها، بتفيدك من نواحي كتير، من ضمنهم النقطة اللي بنتكلم فيها دلوقتي انك بتسوق لنفسك عن طريق انك بتحطها في السيرة الذاتية، تفرق جامد. طيب النقطة بقى رقم 9، ما تخليش المشكلات اللي ممكن تحصل ما بينك وما بين العميل سبب في فشلك للحصول على عميل بعد كده. تحس الجملة غريبة شوية، بس ده معناه ايه؟ دلوقتي انا برضو عميل بدور على مترجم،
لقيت المترجم ده منزل على مثلا بلاتفورم او منزل على حاجه مجتمع مترجمين ان هو بيشتم في العميل الفلاني الفلاني، عمل معايا كذا واخر الدفع وفيه وفيه وفيه، انا كعميل هخاف ان انا اتعامل معاه، لا يحصل سوء تفاهم ولاقيه بيصيط لي كده وبيشهر بيا بالشكل ده، فده غلط كبير. تمام، دي بقى برضو من ضمن المهارات احنا قلناها اللي هو البروبلم سولفينج. تمام، تقدر انت لو في اي مشكله او خلاف ما بينك وما بين العميل حلوا ما بينك وما بينه، وحاولوا توصلوا الارضيه او لمساحه مشتركه ما بينكم انتوا الاثنين. مش شرط كلمتك انت خلاص انا عايز كده فخلاص هو كده، لا مش شرط، يعني حاول توصل لمساحه مشتركه او ارضيه مشتركه بينكم والحلول تتحل يعني ما بينكم وما بين بعض، بلاش تخرج بره. حتى كان دكتور حسام كان علق على حاجه، قال لنا حاجه زي دي قبل كده، فدي برضو نقطة مهمة، عشان لو عميل شاف كده ما اعتقدش ان هو هيحب يدي لك بروجكت او كده. كده خلصنا اول نقطة. تمام، فيها اي مشكلة، اي سؤال، اي تعليق، اي حاجة؟ انتوا معايا؟ تمام، ندخل بقى في تاني حاجة. اوصل اصلا للعميل ازاي؟ اول حاجة قبل ما ابدأ البحث عن عملاء لازم افكر في مين العملاء اللي هبحث عنه. تمام، برضو الجمله غريبه نفسرها. في حاجه في اداره الاعمال اسمها فاير بيرسونا، مفيش حاجه في العالم اسمها ان انا بستهدف الناس كلها، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انا استهدف فئه معينه بتتوافق مع مهاراتي. تمام، انا دلوقتي عارفه مهاراتي كذا كذا، انا دلوقتي مبتدئه فاكيد مش هروح استهدف ناس من في السوق الدولي مثلا، لا انا مهاراتي لسه ما تسمحش بكده، فانا مثلا هستهدف ناس في السوق المحلي. فانا كده عملت ايه؟ قننت الفئه المستهدفه بالنسبه لي، فدي اول خطوه لازم نعملها. تمام، ثاني حاجه لو انت حريص او عايز العمل اللي انت هتقدم ليه ده، انا عايز اشتغل في مجال محدد، يعني مثلا عايز اشتغل في ترجمه طبيه او عايز اشتغل في ترجمه قانونيه او سياسيه او ايا كان، انا محدد مجال عايز اشتغل فيه، فمش هتكفيني ابدا السي في اللي احنا كنا لسه قايلين عليها الخطوه اللي فاتت اللي هي بتبين مهاراتي بصوره عامه، لا ده انا هحتاج ان انا اوضح في السي في مهاراتي في المجال ده بالذات. يعني مثلا انا هبقى كاتبه في السي في الورد كاونت التوتال كذا، لا المفروض بقى اكتب الورد كاونت في المجال الطبي كذا، عملت كام بروجكت في المجال الطبي. تمام، فانا اوضح قوي المجال اللي انا عايزه اصلا بتارجت عليه ان انا عايزه اشتغل فيه، يعني اوضحه قوي في السي في بتاعي. تمام، دلوقتي انا خلاص حددت فئه مستهدفه وعملت السي في بتاعي كويس وعرفت انا هشتغل في مجال ايه، مهم بقى ان انا الخطوه اللي بعدها ان انا برضو احدد الشركات اللي هتواصل معاها. تمام، ودي من النقطه اللي انا لسه مأكده عليها من شويه، ان لازم قبل ما اقدم في اي حاجه وقبل ما اخد اي بروجكت اكون عامل دراسه للشركه اللي هقدم عليها او للعميل، ابقى متاكده ان الشركه دي هتقدر انها تديني فلوسي بعد ما انا اخلص. تمام، ده بعمله ازاي؟ ان انا اعمل اجراء، ان انا اعمل بحث للسوق بتعرف فيه على مثلا عدد الشركات اللي بتعمل بالمجال ده في البلد المستهدف، يعني مثلا انا مستهدفها مصر فانا عايزه اعرف عدد الشركات اللي شغاله في المجال الطبي في مصر. تمام، طيب هي متوسط عدد الشركات دي في السوق ايه، وايه اصلا حجم السوق الكلي. تمام، الكام نقطه دول او التسويق بصوره عامه مهم قوي ان احنا نقرا في مجال التسويق واداره الاعمال، برضو زي ما قلت لكم نبقى عارفين البيزكس دي، برضو حاجه اساسيه وهتفرق معانا كتير. البيزكس بتاعت اداره الاعمال والتسويق هتفرق معانا قوي بالذات كمترجم حر، انك تقدر تحدد الفئه اللي انت مستهدفها وازاي توصل لها، التكنيكات اللي انت تقدر تعملها عشان توصل للفئه دي بالذات، فبرضو ده شيء مهم قوي، فبرضو نحاول نقرا عن المواضيع دي. رقم 4، انا حددت الشركات بصوره عامه، هبدا بقى ان انا احدد هتواصل مع مين فيهم. رقم 5، ينبغي على المترجم التطبيق بكافة التفاصيل المتعلقة بالشركة وخصوصا من ناحية الإمكانيات الدفع، دي أنا مش هشرحها عشان دي قلناها 100 مرة. تمام، لأن النقطة دي يا جماعة مهمة أوي أوي أوي. تمام، هو في نقطة ستة هي تقريبا مش باينة دلوقتي في السكرين، إن لازم برضو الخطوة بقى ستة بعد ما عملت ده كله أدور على وسائل أقدر أتواصل بيها مع الشركة اللي أنا حددتها أو مع العميل اللي أنا حددته، إيميل بقى، أي حاجة، إيميل رقم، أي حاجة عشان أعرف أتواصل معاه. اللي بعده رقم 7، زي ما انا قلت لكم من شويه ان احنا هنقولها هنا دلوقتي، ان انا اسوق لنفسي على منصات الاعمال الحره. لو في مننا دخل على المنصات دي هنلاقي ان في شركات بتقول انا عندي بروجكت كذا كذا كذا،
ومحتاجة حد يعمل كذا والفلوس هتبقى كذا، يبقى قايلين كل البيانات. مطلوب منك انك تقدم نفسك، تمام؟ وفي حاجة تانية ان انت اللي تقول انا هعمل كذا كذا كذا، اللي عايز يكلمني، تمام؟ فده شيء برضو مهم وحلو في التسويق. زي ايه المنصات دي؟ زي بروز، طبعا بروز ترانسليتورز كافيه، دي حاجة برضو بروفيشنال. ما منصحش ابدا ان احنا نخش نشتغل في بلاتفورمز زي دول او بالاحترافية دي واحنا لازلنا مبتدئين، تمام؟ في برضو مواقع زي فريلانسر، اب وورك، مواقع عربية زي مستقلة خمسات، برضو حلو ان احنا يبقى عندنا بروفايلات على كل الحاجات دي. يعني حتى انا بقول بروز ما نبداش نشتغل عليه، بس مهم يبقى عندك بروفايل عليه تشوف الناس اللي بتشتغل، اكيد هتستفيد، تمام؟ رقم 8، انشاء موقع الكتروني خاص بك، انك تعمل موقع تعرض فيه خدماتك. بص دلوقتي انا عميل، اول حاجه هعملها عشان عندي بروجكت عايز حد يترجمه لي، اول حاجه هعملها ان انا ادور على المترجم ده على الانترنت، تمام؟ فبالتالي لما انت تكون كمترجم عامل موقع الكتروني لنفسك او حتى مدونه مجانيه، لو انت عاملها لنفسك وحاطط فيها خبراتك او ايه الخدمات اللي انت بتقدمها، حاطط فيها مثلا عينات من ترجماتك، حاطط فيها البورتفوليو بتاعك ومظبطه بطريقه احترافيه، فانا كعميل هدخل الاقي الحاجات دي هتكون وفرت عليا كتير. يعني انت اصلا انا خلاص شفت ترجمتك لانك حاطط عينات، شفت كل الخدمات اللي انت ممكن تقدمها لي، شفت السي في بتاعك او البورتفوليو بتاعك، شفت انت الليفل بتاعك فين وهتبقى مناسب معايا ولا لا. زائد كمان انك كمترجم حلو قوي في الموقعك ده او في اي بقى مجموعات، اي لينكد ان مثلا، على بروز تنزل بوستات كتير، منها انك بتفيد غيرك بمعلومات، وكمان انا كعميل لما هشوف ان انت منزل بوست تشرح حاجه لمترجمين تانيين، فاللي هو الامبريشن اللي هاخده عنك حاجه جامده جدا. لو انت مش بس كمان شاطر، لا ده انت كمان لدرجه انك بتنصح غيرك كمان يعملوا ايه، فاكيد ده هيبقى شيء حلو جدا، صح؟ بس وكمان مهم قوي ان السي في بتاعك والحاجه المهارات بتاعتك تبقى ابديتد دايما. وهنا بقى نقطه مهمه، ان انا مثلا لو حد سالني دلوقتي طب انا هعمل موقع الكتروني ده ازاي، تمام؟ هو انا شخصيا الصراحه مش عارفه، بس ده شيء سهل برضو. ما انا بقول لكم المحاضره متداخله، لو احنا فاست ليرنر فينا المهاره دي سهل قوي، هو فيديو يوتيوب وخلاص اتعلمنا. زائد ان احنا كمان لو عملنا حته ان احنا يبقى عندنا ناس كتير او دايره معارف كبيره، ممكن يبقى من ضمنهم حد اصلا بيعرف يعمل حاجه زي دي فيساعدني، فيوفر عليا وقت ومجهود، تمام؟ رقم 8 تقريبا مره، اذا كتبت 8 مرتين معلش، يعني رقم 9 الترجمه التطوعيه، دي قلنا كتير قوي، تمام؟ برضو مهم في التسويق لنفسك، تمام؟ اللي بعده دي بقى نقطة أنا حبيت برضو أنبه ليها، مش أحسن حاجة تكون translation service provider، بس دي مش أحسن حاجة، اللي أحسن قوي تبقى language service provider. إيه الفرق؟ إن translation service provider فأنت بتقدم بس خدمة الترجمة بس، يعني لا بتراجع ولا يعني في تطبيق إملائي ولا لغوي، لو احتجت منك مثلا تعمل subtitling لحاجة لا مش هتعرف، هو ترجمة بس. ده مش غلط، بس مش أحسن حاجة. انا كعميل لو قدامي الاثنين هختار اكيد اللانجويج سيرفيس بروفايدر، لو احتجت منه اي حاجه هو مستعد معايا، بدل ما اروح ده الحاجه وده وده وده، لا كله موجود في حاجه واحده بس. وعلى فكره في السوق الدولي العميل اللي هو الاجنبي بيبقى حريص قوي على نقطه زي دي، ان هو بيوفر وقته مع واحد يقدر يقدم له خدمات كتير. في حاجه هنا عايزه انبه ليها برضو، انا لو لانجويج سيرفيس بروفايدر فانا باخد لما باجي احدد التسعير، فانا باخد على كل خدمه انا بقدمها، تمام؟ والعميل مش هيبقى عنده اي مشكله، لان العميل كده بوفر له هو وقت، لان هو هيبقى مثلا محتاج سب تايتلنج، هيبقى محتاج حد يراجع على ترجمتي، فهيضطر يروح يودي نفس البروجكت لحد يراجعه، نفس البروجكت لحد كذا، فانا بوفر له ده كله، بس انا باخد لكل حاجه انا بعملها فلوسي او حقي، تمام؟ دي برضو نقطه مهمه. اللي بعده استاذه ريهام، خلاص كده اول مرحلتين. المرحلة الثالثة بقى، أنا خلاص وصلت للعميل وكل حاجة تمام، قبل ما هقول له أنا تمام هشتغل معاك، في أسئلة لازم أسألها لنفسي، في أسئلة لازم أسألها للعميل. لو ارتحت لها هتوكل على الله وخلاص قشطة، أنا هاخد البروجكت ده وهبدأ أشتغل. ما ارتحتش فلا، على الأغلب لو حاجة ما ارتحتلهاش من الحاجات دي، على الأغلب مش هقبل البروجكت. إيه الأسئلة اللي أسألها للعميل؟ أول حاجة هسأله هل الوثيقة اللي هو باعتها لي دي، أو الملف اللي بعته لي، مطبوعة، PDF، PowerPoint،
وورد اعرف هي الامتداد بتاعها ايه، او هي نوع الملف ايه. هل ده هيفرق معايا في حاجه؟ اكيد هيفرق. لما يكون العميل بعت لي ملف وورد ابدا اشتغل عليه على طول، او بعت لي لينك مثلا ادخل اشتغل على كات تولز تبعه على طول، اكيد هتبقى اسهل بكتير من هو بعت لي بي دي اف انا محتاجه احول البي دي اف ده لوورد عشان اشتغل عليه، او هبقى محتاجه كمان تايب ينقل لي، او مثلا في اسوأ الحالات لو هو مستند ورقه معاه وعملها لي سكانر، ممكن كمان على حسب جوده السكانر اوافق او ارفض. تمام، ما انا يعني ان شاء الله لما هندخل قوي في المجال او كده هيبقى وقتنا ده شيء اساسي جدا، فمش هينفع انك تضيع لي وقتي في حاجه انا هتعب قوي على ما اقدر اوصل اصلا للملف اللي انا عشان ابدا اترجمه. تمام، في حاله زي دي يا اما لو الموضوع صعب عليك او كده ممكن ترفض، بس مش احسن حاجه. الاحسن حاجه توافق ماشي، لو الموضوع هيبقى صعب جدا وانت هتعمله بنفسك يبقى هتزود السعر، تبقى فاهم العميل حاجه زي كده، او ممكن تريح نفسك ووقتك تدي الملف التايبس ينقلك كده. اكيد بتراجع ورا التايبس، بس برضه هتقلل المجهود عليك وهتاخد الفلوس اللي انت هتديها للتايبس، يعني في الحالتين هتزود السعر. تمام. تاني حاجه تساله عن موضوع المحتوى، يعني انت عايزني اترجم لك في ايه بالظبط علشان برضه اعرف. يعني مثلا في كان دايما في مستر كان دايما بيقول لي كده مقوله لا تدخل الا فيما تحسنه. تمام، ان حاجه هو ده قال لي الموضوع المحتوى كذا كذا، انا ما عنديش اي فكره عنه، وعلى ما يبقى عندي فكره عنه واقرا عنه وعشان ادي له ترجمه بجوده كويسه هياخد مني وقت كتير، فهقول له تمام ومش هقدر، يعني مش هقدر التزم بالديدلاين في حاله زي دي. فلو لقيت المحتوى صعب عليا او كده، لا الافضل لا ما تقولش في حاجه انا ما اعرفهاش. تمام، لان اكيد هياثر برضه سالي على الريت بتاعك، اللي هو الريت اللي لما اي عميل تاني بيجي بيشوفه يا اما يديك بروجكت يا اما يقول لك لا ده الريت قليل جدا. تمام، فده شيء برضو مهم نحرص عليه او نسال العميل عليه. ثالث حاجه حجم المحتوى بالصفحه وبالكلمه. تمام، ده برضو حاجه مهمه ابقى عارفه الورد كاونت اللي انا هشتغل عليه وكده. رقم 4 الديدلاين. في بقى نقطه مهمه للديدلاين، مش معنى ان انا يبقى عندي تايم مانجمنت المهاره الجامده دي ومظبط وقتي كل حاجه اقول انا هخلص لك البروجكت ده مثلا في 3 ايام. انا ممكن جوايا عارفه ان انا لو قعدت 3 ايام بس ما بعملش حاجه غير الترجمه اوصل لكده بس ده مش علامه قوي لشطارتك مثلا او احترافيتك. بالعكس، انت تدي لنفسك وقت. يعني مثلا انا شايف عدد الورد كاونت، انا سالته عن الورد كاونت والصفحات. الورد كاونت ده انا عادتي بخلصه لو مثلا هشتغل 8 ساعات في اليوم بخلصه في اسبوع، فهل انا هقول للعميل الديدلاين هيبقى بعد اسبوع؟ برضو لا، انا هزود 3 ايام فاقول له هيبقى بعد 10 ايام. ايه السبب ان انا زودت الثلاث ايام دول؟ علشان احنا بشر، تمام، وحياتنا حياه طبيعيه، فممكن يحصل اي ظرف طارئ في اي وقت، ممكن تتعب لا قدر الله، يحصل اي ظرف تبقى شغال يوم مثلا تلاقي الكهرباء قطعت طول اليوم، في يوم ضاع منك، الحاجات دي كلها. تمام، فده المفروض تحطه في عين الاعتبار. زائد ان لو في خلال، يعني خلاص انت بدات تشتغل وكل حاجه تمام، دي نقطه بالنسبه للديدلاين، هي مش هنا بس برضو بما ان جبنا سيره الديدلاين، فلو حصل لك ظرف وانت عارف مش هتقدر توصل للديدلاين، ما تستناش لما الديدلاين يجي وتقول لا لو سمحت مدلي او اعملي اكستنشن للديدلاين، لا ابعت للعميل برضو ايميل بروفيشنال، قول له حصل لي ظرف كذا كذا، فلو هينفع نعمل اكستنشن للديدلاين يومين كمان مثلا، او الحاجه اللي انت عارف انك هتكون قبلها تقدر تسلم التاسك بتاعك او البروجكت بتاعك، دي برضو مهمه. رقم 5 هتسال العميل لو هو محتاج عينه مترجمه. العينه دي ليها اكتر من فايده، من اهم الفوائد بتاعتها في النقطه اللي احنا بنتكلم عنها دي، ان انت لما تبعت للعميل عينه مترجمه فهو في نقطه مش هبدا اشتغل في البروجكت الا لما العميل يقول لي اكسب ياكسب او يعمل ابروفال للعينه اللي انا بعتها له. ليه؟ لان انا بعت له عينه تمام وافق، بدات اشتغل. بعد ما خلص الشغل كله يقول لي لا ترجمتك او جوده ترجمتك مش عجباني، الموضوع مش منطقي. انا قبل ما ابدا اترجم ابعت لك عينه من شغلي ومن اسلوبي ومن طريقتي في الترجمه ومن جوده ترجمتي شفتها ووافقت، مالكش الحق انك تقول لي كده او تقول لي في الاخر لا ده ترجمه جوجل. تمام، فدي حاجه حلوه جدا. طيب انا سالت الاسئله للعميل دي كلها للعميل وفهمت انا داخل على ايه. تمام، هبدا اسال اسئله لنفسي بعد ما انت عرفت المعلومات دي من العميل. هل يا ترى انا مرتاح للعميل ده؟ يعني حاسس فعلا ان هو مش اللي هو داخل جد وانسان برضو بروفيشنال وعايز فعلا البروجكت بتاعه يتم على اكمل وجه، ولا هو كده داخل بيلعب وخلاص او بيجرب حظه؟ تاني حاجه، هل انا مرتاحه للمحتوى نفسه؟ ثالث حاجه، هل انا مرتاحه للديدلاين؟
رابع حاجة ودي بقى مهمة جدا، هل أنا مرتاحة للأجر اللي احنا اتفقنا عليه؟ لو لقيت نفسي مرتاحة إن شاء الله تطلع الله وأبدأ. طيب ندخل بقى في موضوع إن أنا أتفق على الأجر. في للأسف برضو أكيد كلنا بنشوف في الجروبات بتاعة المترجمين، تلاقي إن في طلاب حديث التخرج مثلا عشان يلاقي أي شغل خالص يقلل مسافة ترجمته بشكل صعب. تمام، دي حاجة وحشة في اتجاهين. أول حاجة أنت بتقلل من قيمة نفسك وكمترجم، و يعني بتاخد حاجة أقل من اللي أنت تستحقها. أنت بتبذل مجهود وبتضيع، مش بتضيع وقت بس، بتبذل وقت يعني يستحق أكتر من كده، من القيمة اللي أنت حددتها لنفسك دي ما ينفعش. تاني حاجة، إنك بتأذي زمايلك في مجال الترجمة بطريقة غير مباشرة. لما يجي عميل يلاقي إن أنت مثلا يعني ترجمتك يعني رخيصة قوي قوي قوي، وتلاقي انه يروح نفس العميل ده يروح لمترجم تاني، التسعير بتاعه لنفسه هو مقدر نفسه، يعني هو تسعيره هو كده. تمام، برضو اللي هو لا انت كده مغلي عليا او كده، فاهميني الفكره دي؟ فبلاش يعني، بلاش تقلل من قيمه نفسك، ادي الرينج. وزي ما قلنا انت لو عملت الخطوات بتاعه التسويق صح، حددت الفئه المستهدفه، عملت كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها، هتوصل ان شاء الله لحد يقدرك ويديك الفلوس اللي انت عايزها لو مشيت بالخطوات بالظبط. وفهمت اصلا الحاجه اللي انت مقدم عليها دي عندها موضوع التسعير ايه او الدفع ايه، توفر على نفسك الموضوع ده. يعني صدقا صفه مش حلوه خالص انك تعمل كده. تمام، في حاجه كمان، ان برضو حاجه حلوه ان يبقى عندك تنوع في طرق الدفع. تمام، ما تكتفيش بمثلا انا لو سوق محلي مثلا مثلا فودافون كاش، لا مش كفايه يعني، اعمل يبقى عندك مثلا حساب في بنك كذا، برضو حساب في بنك تاني كذا، تعمل دي بقى حاجة مهمة جدا، يبقى عندك حساب على أحد البنوك الإلكترونية وأشهرهم طبعا الباي بال، ده بقى شيء أساسي. تمام، فكل ما يبقى عندك تنوع في طرق الدفع، كل ما عملية الدفع ومعاملية إنك تاخد أجرك دي بقت أسهل. تمام، آخر حاجة بقى هنتكلم عنها، أنا إزاي بعد ده كله أتجنب الاحتيال والخسارة، يعني يضحك عليا إزاي؟ أول حاجة قبل ما تقبل المشروع اللي انت داخل عليه ده، زي ما قلنا النقطه دي انا تقريبا عدتها، اكتر حاجه عدتها النهارده في السيشن لانها مهمه قوي. لازم قبل ما تعمل اي حاجه تتاكد هتشتغل مع مين، وتدور على العميل ده كويس جدا، وتشوف هل دفع لزمايلك ولا لا. وعلى فكره في النقطه دي ممكن برضو نستخدم فكره ان يبقى عندك بسم الله، يبقى عندك ناس كتير حواليك، او اسمها ايه الكلمه، يبقى عندك ناس كتير حواليك او معارف كتير في الترجمه، انك تقدر ترجع لهم يا جماعه العميل ده هل حد جرب معاه وايه الفيدباك عليه. لو زمايلك اللي في نطاقك مش عارفين، ممكن يبقى زمايلهم عارفين. تمام، فان شاء الله توصل لحاجه. تمام، فبرضو دي نقطه مهمه، مش بس مهمه، دي اهم حاجه، عشان انت كده هتكون بتضيع وقتك ومجهودك وصحتك النفسيه وكده في حاجه انت اصلا مش عارف انت بتشتغل مع مين. تمام، تاني حاجة، أنا خلاص العميل، أنا خلاص عملت كل حاجة، الحاجة اللي أكدنا عليها 100 مرة النهاردة في السيشن أنا عملتها واتأكدت من كل حاجة. هبدأ بقى أتفق مع العميل على موضوع الدفع وكده، فمعلش خليه مقدما. تمام، هل العميل هيرضى؟ أنا ما دخلتش الموضوع بصورة عملية، بس أتوقع إن العميل لازم يرضى. ليه؟ لأن أنت لو تقاعست عن تسليم المشروع، أو لو أنت خدت الفلوس وخلاص قعدت وكده، هيقدر يوصلك، يعني هيوصل لك يعني اعتقد كده. زائد كمان ان الايميلز مكتوبه، كل الاتفاقات بتبقى موجوده في الايميل، فالايميل بيبقى ده اثبات يا اما ليك يا اما ضدك. استاذه روزات بتقول مقدم 30%، ايوه كنت لسه اقول كده دلوقتي، ان في فعلا عملاء مش هيرضوا يدفعوا كل حاجه، يعني كل الفلوس مره واحده. يعني اعتقد انت لو عميل مش هتبقى برضه مطمئن للدرجه دي، فماشي ممكن نسبه زي ما استاذه روزات قالت ممكن 30% على حسب العميل. دي بقى هنستخدم فيها نيجوشيشن سكيلز. تمام، كله هو بيدخل في بعض، دي برضو ممكن تخليه 50%، ليه لا. تمام، حلو قوي. يعني استاذه رزات كمان بتقول لنا ان احنا بنقسم الشغل وكل جزء يخلص بخلي العميل يدفع على جزء جزء، دي نقطه حلوه جدا، انا شخصيا استفدت منها. يعني تسلمي يا استاذه رزات، فعلا دي طريقه حلوه جدا، انا اقسم الشغل على اجزاء وكل جزء بسعره، عشان فعلا ما اعملش بروجكت مره واحده وفي الاخر يعني الموضوع هيبقى صعب قوي. فشكرا يا استاذه رزات. طيب في برضه نقطة، إن أنا ممكن أختبر جدية العميل في مشاريع صغيرة في الأول من 3 لـ4 صفحات مثلا. ده ممكن يبان كلام نظري شوية، وأنا حاسة فعلا إن هو كده، بس
ممكن يعني عادي، يعني ممكن اجرب العميل برضو، ما ادخلش مره واحده مثلا في مشروع الورد كاونت بتاعه عالي قوي مثلا 10 20 صفحه واقول، واكون اول مره اتعامل مع مع العميل. يفضل ابدا بمشاريع صغيره فعلا، يعني لو لا قدر الله حصل حاجه ما يبقاش الخساره كبيره قوي. بس لو عملنا الحاجات اللي الاستاذه روزيت قالتها واللي احنا قلناها دلوقتي ان شاء الله باذن الله، وتيسير ربنا ان شاء الله، يعني محدش يضحك علينا باذن الله. ارسل علينا من ترجمه الملف المطلوب قبل الاتفاق، ده احنا اتكلمنا عنها في نقطه فاتت. وطبعا انت هتوفر على نفسك الموضوع ده لو انت عملت لنفسك زي ما قلنا كده موقع او صفحه لنفسك تحط فيها العينات، ده برضو مهم جدا. في بقى نقطه حلوه جدا، انك التعامل مع العميل يكون بروفيشنال، يفضل عبر الايميل. يعني ما يجيلكش عميل يقول لك رقم الواتس وتواصل معايا، او ينزل بوست على الفيس ومحتاج كذا كذا. للاسف لان دول بيبقى اغلب حالات الاحتيال والخساره والنصب او كده تبقى من حاجه زي كده، فبلاش. يعني خلي التعامل مع العميل، تتعامل مع عميل يكون انت اصلا حاسس ان العميل فعلا بروفيشنال، تواصل عبر الايميل، يعني ده هيكون افضل بكتير. وفي برضو النقطه دي احنا قلناها برضو قلناها في سلايد فاتت، ان ما تبداش تشتغل على المشروع الا لو العميل بعت لك ايميل بان هو خلاص وافق على جوده العينه، وتاكد خلاص ان هو المشروع ده ان شاء الله بتاعك انت. تمام، خلاص كده الحمد لله خلصنا السيشن. اتمنى تكونوا استفدتوا، يعني حتى لو حاجه بسيطه، انا شخصيا استمتعت جدا الحمد لله. واتمنى تكونوا استفدتوا وبس. يعني حد عنده اي سؤال عن اي حاجه يقول. شكرا يا زينب جدا، شكرا، شكرا استاذه رزاق، شكرا استاذه اماني، شكرا يا اسراء، والله انا سعيده الحمد لله. تمام يا استاذه رزاق، يعني في حاجه تانية ولا ايه؟ كده تمام زي الفل، شرحك وافي وكافي وبرافو عليكي. واتمنى يكون باقي زمايلنا كلهم يبقى مبسوطين من تقديم المحاضره، ويكون ان الكونتنت شاء الله فعلا يا رب. اثريه ليهم، وتعلمهم حاجه جديده ومفيده ان شاء شكرا الله. لك ويعطيك العافية، وكانت محاضرة جميلة جدا، استفدنا منها وكانت جميلة جدا بمعلوماتها وبطريقة التقديم. شكرا يا استاذه ريهان. حاضر يا اسراء، تمام ان شاء الله هحاول اعمل سيرش وابعت لكم اللينكات اللي قلت عليها ان شاء الله. تمام نستودعكم كده ان شاء الله بيوم جميل وجمعة سعيدة. يلا شكرا يا استاذه رزق، سلام، مع السلامة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.